فرج نعمه ربنا حد يرفضها؟ لا لا احنا بنقول يعني للي هم بيجي لهم عرسان كتير قوي قوي مش قاعدين بينشوا. لا وحتى على فكره انت ممكن يجي لك عريس مش حباه. ما جاش نفسي في واحد ابقى مش حباه واقول له هش هش يقف زي القطه ينش. ما فيش خالص حقيقي. هيجي ما تقلقش. هنفترض انه جه وهنفترض ان لو رخم قوي قوي يعني ممكن يبقى دمه تقيل على فكره. انت بتحبيش الرجاله دمها تقيل؟ صح صح, صح. وما بتحبيش الرجاله بمواصفات شكليه معينه؟ اه اللي عينيها خضراء وشعرها اصفر. ليه كده؟ هتزعلي ناس مني. لا وفي رجاله احجامها معينه انت ما بتحبيهاش؟ اه ما بحبش الراجل التخين المقرف. طيب رجاله بقى يعني مش على الرشاقه. بقى راجل زي ده الرشاقه الرشيقه الدنيا اذواق هي حره يا الرشيقه. على فكره ممكن راجل رفيع جدا يحب الست التخينه المدملكه عادي. يا حبيبتي دايما لازم يبقى في توافق. هو يبقى كده وانا ابقى كده. هو لو بقى كده لازم ابقى انا كده عشان يبقى في زياده في الانتاج وسوء في التوزيع. هي عمليه عكسيه حساميه بالظبط هي فرضيه عشان نكمل بعضينا.